حياكم الله مشاهدينا في الفقرة التربوية، عودناكم بنصائح جميلة تعيننا بعد الله سبحانه وتعالى أن احنا نربي عيالنا التربية الإيجابية الطيبة وليست المثالية. نصيحتي اليوم: لا تصير أب مثالي ولا تصيرين أم مثالية. يعني شنو؟ يعني كل شيء لازم يكون صح، وكل شيء يكون 100%، وكل شيء يكون بيرفكت على قولتهم مثل ما يقولون إخواننا الإنجليزيين. لكن المهم أني ما أكون مثالي، لأن المثالية راح تنعكس بشكل سلبي على أدائي وعلى اهتماماتي وعلى تربيتي لعيالي، لأن أي قصور أو أي تقصير أو أي خطأ يصدر داخل البيت بشكل عام راح أتأزم نفسياً، وإذا تأزمت نفسياً زادت عندي الانفعالات، فإذا زادت عندي الانفعالات راح أبدي أتعامل بالطريقة السلبية، يا صراخ، يا ضرب، يا قلق، يا توتر، يا كثير من الأمور اللي تحدث وإحنا في غنى عنها. لذلك من المهم جدا اليوم في عملياتنا التربوية ان احنا ما نطمح للمثالية، ولكن نطمح ان تكون إيجابية صحيحة، وهذا فرق كبير. اعطيك مثال بسيط: لما نقول حق عيالنا ابي درجة كاملة في الامتحان، ابي درجة كاملة في كل ادائك، ابي كنت تصير الاول في الصف، انزين لا سمح الله الولد ياب 9 من 10، الاب والام يتأزمون، المثاليين، والولد راح تلاقي يضغط على نفسه وتلاقي يعيش في هم، بل يعيش في انفعال سلبي اني انا نزلت هالدرجه هذه لان راح تضايق امي وابوي، فالولد مو مرتاح ولا الاباء مرتاحين. وثاني شيء، ليش نركز على التسعه؟ عفوا، ليش نركز على الواحد؟ نركز على التسعه، فنقول حق ولدي مي خالف انت جبت 9 وهذا شيء زين، الخطا اللي صار نصلح المره الجايه. هذا الاصل في العمليه التربويه، ان ابنائنا يتعلمون من اخطائهم، واحنا كذلك كاباء وامهات ومربين ان احنا نتعلم من أخطائنا. وهذه العملية التربوية احنا نسميها التربية من خلال الأخطاء أو العواقب اللي تحوش الإنسان فيتعلم ويتطور من خلالها. ما في إنسان كامل ولا في إنسان مثالي، ولا حتى المثالية موجودة في حياتنا. لذلك نترك عنا قانون المثالية ونضع بدالها مكان التربية الإيجابية الصحيحة اللي راح تنفعني وتنفع عيالنا، مو بس هنا، راح تنفع أيضا مجتمعنا. إن شاء الله كانت معلومتنا مفيدة لكم اليوم، ونشوفكم إن شاء الله على الخير والمحبة. حياكم الله مشاهدينا فقرتنا اليوم. اليوم راح نقدم لكم سكب الألوان. سكب الألوان كل اللي نحتاجه ألوان أكليريك، غرة، وأكواب بلاستيك، وعندنا العود الخشب عساس نخلط الألوان، وعندنا لوحة الكانفس نقدر نستخدمها، أو نقدر نستخدم الخشب، أو نقدر نستخدم سيراميك. نبلش نجهز الألوان، نختار الأخضر بهذه الطريقة، نحط كمية قليلة من اللون، وإحنا نتحكم بدرجة اللون اللي إحنا نبيه، ونحط الغرة بهذه الطريقة. تقريباً راح أحط 1/4 الكوب. الحين عندنا كوب فاضي، نبلش نسكب الألوان اللي إحنا نبيها وبدون خوف. يعني مثلا حطيت أنا البنفسجي، شيء بسيط، بعدها الأصفر، بعدها أحط البرتقالي والأخضر. إذا حابين تكررون نفس الألوان اللي أنتوا سويتوها تقدرون تكررونها. أنا أرجع أحط مثلاً البرتقالي، البنفسجي بهذه الطريقة، والأصفر. والأخضر. قد كافي، إن شاء الله يكون. عندنا هذه الألوان. تقريباً إن شاء الله هذه تكون كافية.
حط اللوحة فوق الجلاس، حطها بهذه الطريقة، خليه فترة أساس أن تنزل الألوان كلها، ونشيلها دفعة واحدة بهذه الطريقة. نبلش نحرك نحاول كثر ما نقدر أن نمشي الألوان هذه ونغطي المساحة هذه كلها. لين ننتهي من الشكل هذا، وبالنهاية تطلع لنا هذه الأشكال اللي عندنا، نفس هذه الصينية اللي سويناها، وهذه على ألواح الكنفس، وهذه على السيراميك. نخلي طبعا اللوحة تجف لمدة يوم كامل، وبعدها إن شاء الله نقدمها بهذه الطريقة. أتمنى استفدتوا فقراتنا هذه، ونشوفكم فقرات جاية. مرحبا فيكم بفقرتنا، فقرة الإسعافات الأولية. حالتنا اليوم حالة حارة، ألا وهي الحرق. الحرق يحدث فجأة كما الحالات اللي سولفنا فيها قبل، ولكن أبيكم تعرفون أن الحرق ثلاث درجات، إلها الأولى والثانية والثالثة. في بعض المصادر تذكرنا أربعة، بس أكثر تركيز على الثلاثة. اليوم إحنا بنسولف على الأولى، خلنا نفرق بينهم. أول شيء بين الثلاثة، الأولى هي البسيطة، والثالثة هي الشديدة. الأولى اللي يطلع بالتان أو ينصب عليه ماي حار، ممكن تشوفون هنا الاحمرار وورم بسيط مع ألم. ندش على الثانية اللي هي شوي أعمق، تكون داخل الجلد شوية زيادة أو داخل البشرة، بالإضافة إلى العلامات اللي شفناها قبل، الاحمرار الورم والألم، راح يكون عندنا مثل فقاقية صغيرة. لا تتخيلوا المنظر، بس سمعوا. المرحلة أو الدرجة الثالثة ألا وهي العميقة، اللي ممكن يبين معنا الأنسجة الداخلية، العضلات، العظم، أي إن كان. إحنا بنسولف الحين عن الأولى والثانية. الأولى تحدث عادة من تعرض الحرارة الشديدة كالشمس، أو لمس جزء حار جدا مثل بطن الفرن، الفرن كان حار بدون الجلافزات أو الدس، ممكن يحرقني. باللحظة هذه ممكن عقاتهم لسعة الحرق نسميها، راح يصير ألم كبير، والحرارة أو الاحمرار موجود مع الورم البسيط. لا تهلعون، أبيكم ببساطة تروحون أقرب برادة أو أقرب مصدر ماي بارد. بالكويت هنا ما ينفعنا ماي الحنفية، لأن الفترة هذه جدا حار. المهم تروحون عند البرادة ماي بارد وتصبونه على العضو المصاب. خلينا نقول ان هذا عضونا المصاب، نصبه، طبعا هذا ما يفيد الحين، نصبه لمده 10 دقائق. اذا ما في براده اقدر استخدم هذا، او استخدم حليب او اي سائل بارد ما يتفاعل او ياثر على الحرق. صبينا لمده 10 دقائق. ابيكم تشيلون اي سواره معدن او سواره موجوده، حتى لو ما كانت معدن تشيلونها من ايد المصاب، لان هذا راح يصير، قلت لكم انا في ورم، الورم هذا راح يضغط على الساعه او السواره بحيث انه ما يوصل الدم لما بعد الاسواره، فبالتالي راح يصير مضاعفات، تزيد المضاعفات للمريض. ماي بارد، اذا كان عندي حرق من درجه ثانيه اللي كان فيها الفقاقيع، اقدر استخدم النايلون مال المطبخ هذا، ولكن لا تلفونه حوالين المصائح، حوالين العضو. ابيكم تغطون الجزء بالطريقه هذه، تغطون الجزء المصاب، تتاكدون المصاب تعافى، ولكن ابيكم تركزون على الحاله هذه. اذا كان الدرجه الاولى اكثر من 1%، كف المصاب يعتبر 1%. اذا كان عندي الدرجه الثانيه بحجم كفه، نقلوه للمستشفى.
إذا كانت الدرجة الأولى بقدر 5% لقدر أو حجم 5 كفوف من كف المصاب، هذا ينقل للمستشفى. أتمنى كانت خطواتنا جدا سهلة، ونشوفكم على خير إن شاء الله.